خصم العودة. حدو شيك هلا قانون لك يا حدو لا يكون عند عبدو. توقعتك تكون عند عبدو. هلين يا بي. لا ما كنت عبدو. شو ما كنت عند عبدو يا بي؟ لا يا بي وين عم تسل وتروح؟ ما في شيء بس رحت على القهوة. رجع لموضوع القهاوي. خلصني موضوع القهاوي. شي ما بتتذكر هذيك الايام وقت اللي حلقوا لك شنباتك بالحزولة هذيك الفاضية؟ لا تذكرني يا ابي. لا تذكرني فاوها. تذكرني يا ابي حبيبي. هلا كنت قاعد انا امك عم تقلي بدها تجوزها. بدك تزوجني يا ابي؟ خبران انت بدها تظلها تجوزها. الله يخلينا اياكم يا ابي. انت يا بيني وبينك ذكي وفتح وقضاء يعني صار لازم تجوزها. دربايتك دربايتك انا ذكي. انا لحالي قلت للزلمه فتح وذكي طالع لي. لك طالع لك لك. الله يخليك يا ابي. يا ابي فوت كنت عم دور عليك بدي اياك تروح تجيب لي بهالمتليك هذا باكيت دخان وبهالمتليك هذا كيلو سكر. ماشي يا بي. ماشي يا بي. اتكل على الله. يلا يا بي يا بي يا بي يا بي. شو لحظة بس بدك ترجع تقول لي ايام متليك تبع الدخان وايام متليك تبع السكر. هلا صلى ساعة بنقول عنك ذكي وفتح عبضاي. هذا سؤال بتسأله شي اكيد اللي على اليمين للسكر وهذا للدخان. لا والله خربطنا ضيع هاد. لا انا حكرا يا بكرا يا بي. علي جدي عيد العشاء ها ترى ولا نقش؟ نقش؟ هاي لا سكر خلص خليها سكر هاي للدخان. ماشي يا ابي اتكل على الله يلا.